تحية طيبة لزميلنا ماجد الأسدي، طبعا على معرفة آراء الأشخاص حول سؤال حلقتنا لهذا اليوم: كيف تعرف أنه أنت راض عن نفسك؟ طبعا رضا النفس هو لابد أن نصل إن شاء الله إلى هذه المرحلة مشاهدين الكرام، لأن بوصولنا إلى هذه المرحلة أنه راح يترفع الإنسان عن كل ما لا يناسبه وعن كل ما لا يليق به. جميل جدا أن يسعى الإنسان بأن يترفع عن الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى، طبعا من خلال الآراء التي استمعنا وشاهدنا لها مشاهدينا الكرام. رضا النفس لابد أنه يقترن برضا الله تبارك وتعالى، وواقعا هذه المرحلة التي يصلها الإنسان هي منى وغاية الطالبين والوالهين والسالكين في سير السلوك إلى الله تبارك وتعالى. جميل جدا انه نصل الى هذه المرحله، لكن برايي يعني ليلى انه هي تعتبر سلاح ذو حدين، انه احيانا يصل الانسان الى مرحله رضا النفس او الرضا عن النفس، بحيث عن هذا الطريق يصل الى مرحله التقدم والتطور، تزداد ثقته بنفسه. احيانا ياخذ الغرور، فلازم انه يوازن. ما اعرف توافقين بالراي؟ لا اكيد اوافقكم. يعني شوف، احنا اكو بعض الاشخاص ممكن هم دا يصيرون على طريق مو صحيح. احنا عندنا منهج ثابت، عندنا كتاب الله وعندنا العتره. يعني نشوف اذا كانت الامور اللي احنا دا نمشي عليها بالضبط مثل ما هم منطينا اياها الارشاد بالايات القرانيه وبروايات اهل البيت، خلاص ان شاء الله احنا نكون ماشيين على الطريق الصحيح ونكون راضين عن نفسنا. لكن اكو بعض الناس تشوفيهم اصلا هم دا يمشون الطريق بعيد عن هذا الطريق، يتصورون انه يحسنون راضين عن نفسهم ويقولون انه احنا لا، احنا راضين، الله دا يوفقنا، ومن هذا الحديث اللي ما الى صحه. فلذلك تشوفين الخبراء لما ينصحون انه يقولون ضروري جدا انه الانسان يشعر بالرضا عن نفسه، لان هذا الشعور مهم جدا انه يمنح حياه يعني مستقره وحياه سعيده. لازم واحده من النقاط المهمه اللي يتبعها هي مقاومه الانحرافات. وتشوفين هسه في وقتنا يا ما اكثرها هذه الانحرافات. فاني حتى اوصل للرضا عن النفس لازم اكو كثير من التغييرات اجريها على حياتي. يعني مو الموضوع سهل، يعني أنا لازم أكيد. أول شيء عندي الأمور الدينية، إحنا مسلمين وعندنا دين وعندنا نبي نتبع منهجه وإرشاداته، فأني لما أمشي على الطريق الصحيح وبعدين ألجأ إلى أمور الأخلاقية أصحح عليها. هسه مثل ما ذكرتي انه احنا استمعنا للتعليقات وسمعتيهم شنو دا يقولون، نساعد الفقراء، نلتزم بالفرائض، حتى الاهتمام بالمظهر. يعني كثير كثير من الامور هي اللي تخلي الانسان يتولد عنده الشعور بالرضا عن النفس. واهم شيء انه احنا نكون يعني ماشيين مثل ما ذكرتي على منهج الله سبحانه وتعالى. هالشكل ان شاء الله راح نكون يعني نتقدم خطوات، والا لا. طبعا الامر يعني كلش مهم. يعني ليلى احب انه قبل نقرا التعليقات الإنسان حينما يرضى عن ذاته من يتبع يعني أوامر الله سبحانه وتعالى والأمور العقلية، بهذا الأمر راح يحترم نفسه. من راح يحترم نفسه راح يترك الأمور الخطأ، راح يمشي بالطريق الصح. فمهما كانت إرادته قوية، لكن يحتاج إلى واعز ديني، واعز ثقافي، بحيث يعني يميز الصالح عن الطالح. طبعا مشاهدينا إن شاء الله نكون مع تعليقاتكم التي وردت إلينا على الصفحة الرسمية لقناة كربلاء الفضائية. بداية الأخت أم علي تقول: عندما تتجاوز عن نقاط الضعف أو أقوم بأعمال ترضي الله عز وجل والضمير وتأتي العواقب سليمة وأتمثل لها القول كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. أما الأخت إسراء الزينبية تقول: السلام عليكم. عليكم السلام والتحية والإكرام. تقول: نبارك لكم مولد شمس الشموس وأنيس النفوس سلام الله تعالى عليه، ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه.
احسنتم يا اسرار. عاشت ايديهم. طيب عندنا ايضا تعليق من ام اسامه تقول بارك الله فيكم ومتباركين بولاده شمس الشموس عفوا الامام علي بن موسى الرضا، وانتم ايضا من يعني مشاركة ويانا الدائمة خادمة الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قل أرضى عن نفسي عندما أرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله وولي الأمر، وأرضي أهلي ومن أتعايش معهم، ولا أظلم أحد ولا أتجاوز على حقوق الناس، وأن نرضى بالقليل فالقناعة كنز لا يفنى. أعتقد هو هذا الرضا. شكرا لكم وفقكم الله وحفظكم جميعا. إن شاء الله رب العالمين يرزقكم الرضا عن النفس يا رب بهذه الأعمال اللي تقدموها. أحسنتم. طبعا ليلى هناك تعليق صراحة لفت انتباهي من الأخت نور الزبيدي تقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي تكون راضيا عن نفسك يتوجب عليك أن تكون على قناعة تامة بأن رضاك عن نفسك لن يتحقق إلا برضا الله عليك. يعني هذا الأمر مهم جدا. أحيانا يعني الإنسان يبتعد عن رضا الله سبحانه وتعالى، أو قد لا يهتم أو يهمل هذا الجانب، بحيث أنه هذه الحياة شنو اللي أعمل بها على مزاجي، الأمور اللي قلت لي شو ما يمشون خطأ ويقولون الله راضي عنا والله دا يوفقهم. لذلك ليلى هناك الكثير من علماء الأخلاق اليوم في الكتب الأخلاقية يشيرون أنه دائما على الإنسان أن يستجير بالله، أن يكون من هؤلاء الذين يحسنون صنعا، يتصورون أنه اللي دا يعملوه ما صح، لكن بعين الواقع هو أمر خطأ. زين الشيطان لهم وأعمالهم. نعم. طيب نكمل تعليق نور الزبيدي. نعم تفضلوا. نعم تقول انه مثل ما ذكرت نهاوند انه رضاك عن نفسك لن يتحقق الا برضا الله عليك، فلن ترضى عن نفسك ولن ترضى عنك الناس طالما ان الله غير راض عنك، ولهذا يجب ان تؤمن ايمانا تاما بان ظفرك برضا الله هو اهم شيء في هذه الحياه، فبرضا الله تنال رضا نفسك ورضا الجميع عنك. رضا الله عنك يتحقق بتقربك الى الله بالعباده والذكر والعمل الصالح، وهذا لا يتم الا بعد ان تخلص النيه لله تعالى، وان تخلص النيه بانك سوف تكون عبدا صالحا لله رب العالمين. فعلا الانسان كل ما يكون ملتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى كل ما راح يحقق هذا الشعور بالرضا، لأنه هو فعلا رضا الله يمكن هو اللي ينزل السكينة في قلوبنا، يمكن هو اللي يمنحنا هذا الشعور بالرضا عن النفس. تعليق آخر من حسين الكربلائي، أرضى عن نفسي عندما أرضي الله تعالى ورسله وأرضي أهلي ولا أتجاوز أو أظلم الآخرين وأن أكون قانع إن شاء الله يا رب. تحية لكم قناة كربلاء الفضائية وبرنامج صباح كربلاء التي الثانية، وتحياتنا إليك يا أخونا العزيز حسين الكربلاء. أحسنت يا ليلى. طبعا تحياتنا إلى كل من يتفاعل إن شاء الله مع صفحتنا الرسمية على كلامهم ما شاء الله ذهب. أحسنتم. أكيد يعني أجد أنه ليلى كل مشارك أو كل مستخدم لهذا التطبيق خصوصا اللي يبعثون بهذه التعليقات على صفحة الفيس إلها فد لمسة خاصة، إلها فد إشارة أو رسالة اللي يحب أنه يوصلها غير التعليق الآخر، فلذلك تعتبر هذه التعليقات هي كالبستان فعلا، نقطف وردة من هذا البستان المبارك. طيب ناخذ وردة ثانية. نعم إن شاء الله نستمر في قراءة التعليقات. وهناك تعليق نعم من الأخ عدي خليل يقول السلام عليكم وتحية طيبة لكم، وأكيد تحايانا إن شاء الله لكم أخونا الفاضل. يقول عندما أذكر الله وأقيم الفرائض وأقف بين يدي الله عز وجل وأكون في طاعة الله عز وجل أكون راضي عن نفسي. إذن الأخ عدي قرن رضا نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول لكن عندما أذهب بعيد وأنغمر في ملذات الحياة الوهمية وهي عبارة عن خيال كاذب ليس لها أي وجود في الواقع، في ذلك الوقت أكون غير راضي عن نفسي. مشاهدينا فقط أنوه إلى مسألة كلش مهمة، الأشخاص الذين يبتعدون عن خط الله تبارك وتعالى قد ينغمسون في ملذات الدنيا، في الشهوات، في الأمور التي يسخطها الله تبارك وتعالى كما ذكر الأخ عدي. لو نرجع إلى أرض الواقع و
نجري معاهم فد يعني قد يكون لقاء أو نتقرب إلى هؤلاء الأشخاص أكثر، نجدهم هؤلاء الأشخاص مو متصالحين مع ذاتهم، مو متصالحين مع أنفسهم، أكو فد كبت أو طاقة سلبية داخل أنفسهم، لذلك يحاولون أنه يعني يجعلون فد متنفس معين عن هذه الطاقة السلبية، وهي شعورهم الواقعي بالابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. يمكن احنا نشوفهم يعني في اوقات بكاء، في اوقات انه حزن، يفضفضون عن انفسهم ويتكلمون الصراحه انه بالفعل احنا نعترف احنا بعيدين عن الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل مشاهدينا انه ان ياخذ الله عز وجل ان شاء الله بايدينا وايديكم الى ما فيه صلاح الدنيا والاخره.